حضرتك كام سنة دلوقتي في الإدارة؟ في القاهرة؟ اه حضرتك. لا انا ما بحث القاهرة حياتي كلها، ما بحث القاهرة اه تاريخ الوظيفة، ما بحث القاهرة ثم مدير مبحث القاهرة هذا العام فقط لا غير. هذا العام. طب خلال هذا العام اللي توليت فيه هذا المنصب يعني وهذه المسؤولية، ايه اكتر يعني حادثة كانت خطرة بالنسبة للضباط بتوع الإدارة لما راحوا يعني في حملة من الحملات المتعلقة بسرقة التيار الكهربائي؟ لا هو الحمد لله مفيش حوادث ذات خطوره نتحدث عنها بالشكل الجنائي او بشكل العمل الجنائي في البحث الجنائي، ولكن في هذه الفتره احنا جميع الكيانات الكبرى في الدوله من مصانع وقرى في الساحل الشمالي تم فحصها دون استثناء وفقا للتعليمات وتعليمات الوزاره، لا احد فوق القانون ولا استثناء احد من تطبيق القانون عليه، وهذه تعليمات الوزاره لينا. جميع الكيانات اللي ممكن سيادتك ان تتصورها تم فحصها بشكل قانوني، يعني ما فيش المخالف طبق عليه القانون، ما فيش مصانع مخالفه والصح والسليم ونحن متشكرين. ما فيش مصانع مخالفه، ما فيش ناس عندها قصور وتم تطبيق القانون ودي تعليمات الوزاره، بيبقى لا صعب، احد فوق القانون. بيبقى صعب متابعه هذه الحالات، يعني انه سهل انكم تروحوا مثلا منطقه شعبيه بس يقول لك مثلا دي عزبه فلان ولا عزبه لا علان. مش الكلام ده، احنا بنشتغل بالقانون والقانون سمح ليك وقدامك الحق فحص مصادر التيار القوي في هذا المكان قولا واحدا، بغض النظر عن صاحب هذه المنشاه، هذا المصنع، هذا ايا كان المصنع وايا كانت المنشاه تم فحصه. عملنا حملات على ظهير الصحراوي على مستوى الجمهورية وتم فحص جميع المزارع. في مخالفات طبعا كتيرة؟ طبعا طبعا عملنا حملة حصلنا فيها 924 مخالفة على مستوى الجمهورية للظهير الصحراوي. فقط الظهير الصحراوي؟ فقط. احنا كنا بنصنف الحملات، نعمل حملة ازاي؟ نعمل حملة مثلا النهارده على الظهير الصحراوي، نعمل حملة على الأراضي، على المباني الموجودة على الأرض الزراعية المخالفة لقانون البناء والإسكان. وفقا لكل منطقة بتدرس المنطقة وتدرس طبيعة المخالفة فيها، وأنت بفكرك البحثي تقدر تعمل تشكل الحملة زي ما أنت عايز. يعني لما أعمل حملة في اسكندرية مش هعمل زي حملة مثلا في 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 في, في أسيوط. كل مكان له طبيعته وله دراسة معينة بيتم على أساسها إعداد الحملة. إعداد الحملة. طب لما أعمل حملة في أسيوط أو في الفيوم مثلا، أعمل حملة على الطرق الزراعية وعلى المزارع الموجودة في المحافظة. لما أعمل حملة في اسكندرية، أعمل حملة في خالد بن الوليد، أشوف مثلا الناس اللي عاملة أكشاك وعاملة محلات ومشدة من التيار الكهربائي من اللي عملها، كل ده حملات بالفعل تم تنفيذها وجابت نتائج إيجابية على أعلى مستوى.